أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من يقتل النصارى في الجزيرة بحجة أنهم حربيون ويقاتلون المسلمين، وإنما هم محتلين الجزيرة، ويسوغ ذلك أنهم لم يخرجوا منها منذ حرب الخليج الثانية، هل قوله صحيح؟ وكيف نجيب عنه؟ يا إخواني، متى ما صارت الفتوى فوضى وصار كل يفتي ضاعت الأمة. الفتوى لها رجالها ولها علماؤها، فيرجع في الفتوى إلى أهل العلم ورجال الفتوى المعتمدين المشهود لهم بالعلم والتقوى. وأما إن كل واحد يفتي ويقتل الناس ويستبيح ما حرم الله فهذه فوضى وفساد في الأرض، وهذا يجب أنه يوقف عند حده، هذا المفتي يجب أنه يوقف عند حده ويجرى معه ما يلزم من ردعه وردع غيره عن الجرأة على الفتوى واستحلال الدماء. والمعاهد له حرمة مثل حرمة المسلم في دمه وماله، لا يجوز الاعتداء عليه في الجزيرة وفي غيرها. المعاهد له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. ومسألة دخول الكفار إلى جزيرة العرب هذا تابع لصلاحيات ولي الأمر، إذا اقتضى المصلحة أنهم يدخلون. النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نصارى نجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان المشركون يدخلون عليه في مسجده ثم يفاوضونه، وبعضهم يسلم وبعضهم يرجع وهو كافر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فمن أخذ العهد من المسلمين والأمان لا يجوز الاعتداء عليه، لا في جزيرة العرب ولا في غيرها. ومن اعتدى عليهم فقد عصى الله ورسوله وتعرض للوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واللي يفتاه يدخل في هذا الوعيد، لا يرح رائحة الجنة، لأنه تسبب في هذه الجريمة وجرأ الناس عليها. الفتوى ليست فوضى، وإنما يرجع إلى المصادر، مصادر الفتوى المعتبرة ورجال العلم الموثوقين في هذا الأمر. نعم.